يقول كيف يكون الإنسان له قوة وهيبة وشخصية وتقوى خلنا نقول وثقة بالله وهو مقصر في حق الله تبارك وتعالى؟ هو على كل حال الإنسان مهما فعل هو مقصر، مهما فعل الإنسان مقصر، كلنا مقصرون، ولا يغتر من أحد بعمله، الكل مقصر في حق الله تبارك وتعالى. ولذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل يوم القيامة، أحد العباد عبد الله 60 سنة فقط عبادة، فيقال له ادخل الجنة برحمتي، فيقول يا ربي عملي برحمتك، هالمساكين اللي عندهم معاصي عندهم تقصير هذول يدخلون، أنا بعملي ما قصرت 60 سنة عبادة، يا ربي عملي، فيقول الله لملائكته أحصوا عليه عمله، فيحصون عليه عمله فلا يوازي نعمة البصر، فيقول يا رب برحمتك برحمتك، فيقول أدخله الجنة برحمتي. فكلنا مقصرون لا شك في هذا، لكن أيضا تقصير عن تقصير يختلف. لكن قضية مسألتك التي سألت عنها، وهي أن الإنسان يكون عنده ثقة بالله تبارك وتعالى أو عزة أو قوة بالله تبارك وتعالى، من آمن بالقضاء والقدر جاءته هذه القوة. يعني عند كلنا نقول طبعا لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا مثلا، كلنا نقول هذا، لكن بعضنا يقولها عن قناعة وإيمان، ذاك ما يهاب أحد، ايش تبي تسوي؟ لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، إذا مو كاتب الله ما راح يصير، إذا كاتب الله بيصير، ايش تبي؟ فإنسان إذا آمن بهذه القضية إيمانا جازما ما يخاف ولا يكذب ولا يغش ولا يسرق، ويؤمن أن اللي كاتب الله بيصير واللي مو كاتب الله ما راح يصير، عنده اطمئنان تام من هذه القضية، الإيمان بالقضاء والقدر. كذلك التصديق أو معرفة الأحاديث والنصوص الواردة في هذا، كمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب 4، بكتب أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد. كذلك إذا آمن بهذا، طيب ما يهتم في قضية أحد سرق منا مال ولا أحد غشه بشيء، مو مكتوب لي الحمد لله، رزقي اللي مكتوب لي سيصلني، وما كان من رزقي فليس يفوتني ولو كان في قاع البحار العوامقي، ما يهتم لهذه الأمور. كذلك لو تعرض لأي أمر قال حسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم انصرني، ويثق بالله سبحانه وتعالى، يتذكر قول الله تبارك وتعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه، فإذا كان مضطرا دعا الله بثقة وإيمان بأن الله لن يخيب الدعاء، فيتكلم بقوة وثقة وأماء وشجاعة.